وينضم إلينا الآن الدكتور علي خرشد أستاذ الاقتصاد الدولي من لندن لمزيد من المتابعة. دكتور علي، سأبدأ مع حضرتك مما اختتمنا به النقاش مع الأستاذة منال المتعلق بخروج الشركات من بريطانيا واتجاهها إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني هروب المستثمرين في ظل هذا الوضع المتأزم. ماذا يعني هذا الحديث وفق الأرقام أمامنا عن الاقتصاد البريطاني في هذه الأزمة؟ في الحقيقة أهلا بك يا أختي الكريمة، أهلا بالسادة المشاهدين. وفي الحقيقة الأخت منال يعني وضحت بصورة عامة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكل وده كان متوقع. يعني الدراسات الأولية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قالت إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيعاني مش أقل من 5 سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإحنا وللأسف الشديد جت حرب أوكرانيا، أوكرانيا وروسيا زودت المدة شوي، فإحنا ما زلنا دلوقتي في الوقت اللي هي عدم استتابة الاقتصاد سواء البريطاني أو الاقتصاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عذرا للمقاطعة دكتور علي، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية زودت من الأزمة، يعني كما ذكرت حضرتك في حديثك، يعني هل الحرب الروسية الأوكرانية لا تساهم بقدر كبير في الوضع المتأزم الذي نراه الآن في شوارع بريطانيا؟ بالضبط زي ما حضرتك بتقولي، ما هي الحرب الأوكرانية كان متوقع إن بدون حرب أوكرانيا 4-5 سنين والاتحاد الأوروبي ينجو والمملكة المتحدة تنجو من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن الحرب الأوكرانية طولت المدة أطول وإدت فرصة مساحة أكبر للأمريكان أو للإدارة الأمريكية إنها تحط ضغوط أكتر على مش بس المملكة المتحدة بل على أوروبا أكتر، لأن الحرب الأوكرانية هي حرب بالوكالة ما بين أمريكا وما بين روسيا في بلد أوروبية اللي هي في أوكرانيا، فأصبح دلوقتي ساحة الحرب بعيدة عن أمريكا. أمريكا النهاردة بتصدر الطاقة بتاعتها للاتحاد الأوروبي بأسعار مضاعفة عن اللي كانت بتستورده في روسيا، فأصبح دلوقتي مش بس أمريكا مستفيدة من الحرب، ده بالعكس مستفيدة من التجارة العالمية اللي حاصلة. نسبة التضخم في أوروبا ونسبة التضخم في إنجلترا وانعكست على الشرق الأوسط وعلى مصر وعلى البلاد الإفريقية وعلى بلاد شرق آسيا، انعكست كثيرا بخصوص أو بسبب الحرب الأوكرانية، ولكن التضخم في أمريكا مازال على نفس المستوى ولو زاد بسيط قوي، والحكومة قادرة، الحكومة الأمريكية أو الخزانة الأمريكية قادرة أنها تعوض التخلف ده هو من المخزون اللي عندها، فأصبح النهاردة تقريبا كده، يعني من غير ما أوضح بتفاصيل، تقريبا أمريكا هي المستفيدة من خروج، أولا خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ثانيا وجود حرب أوكرانيا وروسيا. طيب، لأن ده ينعش الاقتصاد بتاعها. على المستوى الاقتصادي، يعني خطة اقتصادية منذ قليل كانت الأستاذة منال تقول إنه ليس أمام الحكومات وضع خطة اقتصادية تضبط الأمور وتحقق المقاربة بين ما يريده المضربون ونسبة التضخم في البلاد. ما شكل هذه الخطة إن أمكن أن تضعها حكومة ريشي سوناك؟ ما الخيارات التي من الممكن أن يعتمد عليها اقتصاديا لحل هذه الأزمة؟ وفي الحقيقة ريشي سوناك حظ وحش، أولا جاي من باك جراوند أسيوي في وقت بايخ ووقت وحش بعد خروج بوريس جونسون من الحكومة، في نفس الوقت الحرب الأوكرانية واجهته في وجهه كده من غير ما يفكر فيها، لقاها قدامه مشكلة، لقاها قدامه مش بس هم يعني بينجو من انه اسيوي في رئيس وزراء بريطانيا، ولكن المشكلة الكبرى اللي هي مشكلة حرب اوكرانيا واستنزاف الميزانية البريطانية في تمويل حرب اوكرانيا، ده اثر تأثير كبير على اللي حصل واللي سببه المظاهرات اللي بتحصل النهاردة.
طبعا ده كله معناه ايه؟ معناه ان الحكومة البريطانية بتصرف مصاريف زيادة عن اللزوم، وبدل ما تروح للدفاع او للدفاع عن نفسها، بل بالعكس تصرف مصاريف كتير في السلاح وفي العتاد اللي بتوديه اوكرانيا. طبعا الاعلام ما بيقولش على الكمية، ولكن الرد الفعل ايه؟ ان الميزانية الحكومية اصبح ما عندهاش تدفع اجور المرتبات بتاعت الموظفين والدكاترة والنرسات وكده، ولذلك الاضرابات اللي بتحصل، وهذا رد فعل يعني غير محلول. الحاجة اللي حضرتك سألت عليها سؤال جيد جدا، وهي ازاي تطلع انجلترا من الموضوع ده؟ اولا احنا في الاقتصاد بنسمي حل اي مشكلة بثلاث مربع بمثلث، والمثلث فيه ثلاث اضلاع، لابد ان يكون فيه اثنين ثابتين وواحد متغير علشان تعرف تحل المشكلة. بدون ما يكون اثنين ثابتين لا يمكن تعرفي الضلع الثالث من المثلث او الزاوية الثالثة من المثلث. النهاردة الاقتصاد العالمي وبالذات انجلترا مش بس في ثلاث اضلاع مثلث، ده بقى مسدس فيه ست اضلاع، والست اضلاع كلهم متغيرين. فاصبح دلوقتي علشان توصل الحل معقول او حل يناسب الكل او حل يقدر تعتمد عليه في سنيه او خطه او كده، لابد ان تبقي خمس اضلاع في المسدس ده، وده طبعا استحاله في اللي بتحصل في الوقت الحالي. لكن انا من وجهه نظري المتواضعه، ان لو الحكومه البريطانيه رفعت ايديها من حرب اوكرانيا، قد تكون عندها الميزانيه الكافيه انها تدفع مرتبات الموظفين دول. وفي نفس الوقت اذا انجلترا رفعت ايديها من حرب اوكرانيا، هتنتهي الحرب في اقل وقت ممكن. صحيح. وجود طيب. انجلترا وجود ممكن بس اكمل الجمله. وجود انجلترا اللي هي عميله او 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 مع بتعمل مع الحكومه الامريكيه، انها اللي بتورد السلاح وتدرب الاوكرانيين، فده طبعا ضغط كبير على الميزانيه بتاعتها، وفي نفس الوقت ضغط على الشعب. اسمحي لي معلش. نعم دكتور علي تفضل. فاذا النهارده حبينا او الحكومه البريطانيه فكرت في حل عملي تحل المشكله اللي حصل دلوقتي في انجلترا، لابد انها تضغط. صحيح. طيب هذه جزئيه بالفعل يعني بالكثير من المحللين عقبوا عليها على اعتبار انه نهج اتخذته هذه الدول لا تنازل عنه فيما يخص دعم اوكرانيا، وسنتطرق اليه بكل تاكيد. لكن كنت استوقفني في حديث حضرتك المحاور الثابته والمتغيره في حل اي ازمه اقتصاديه، ما الذي تملكه بريطانيا من هذه المحاور؟ ولماذا من الصعب التحكم في هذه المحاور في هذا التوقيت؟ هل فقط الدعم لأوكرانيا هو المتحكم الآن في الميزانية الخاصة بهذا الدعم المقدم لهؤلاء المضربين مثلا؟ لا مش بس ده طبعا دي إحدى المشاكل الموجودة عموما. من قبل حرب أوكرانيا التضخم كان بيزيد بعد كورونا، والاقتصاد عانى في خلال سنتين من فيروس كورونا، وكانت لو تفتكر ترجع شوية سنة أو شوية قبل حرب أوكرانيا، كانت البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية تقول لك احنا محتاجين من 3 لـ4 سنين علشان نرجع كما كنا قبل كورونا. ودخلت عليها حرب أوكرانيا، فأصبح 3 سنين اللي تريكفر من كورونا زاد عليها حرب اوكرانيا روسيا دلوقتي حتى الثلاث سنين مش عارفين هيبقوا كام سنه. فاحنا النهارده اذا انتهت الحرب اليوم اصبح الناس بتفكري في الثلاث سنين دول، يعني احنا في 23 دلوقتي بنتكلم على 26 لغايه ما يحصل ريكفري. بس احنا حتى مش عارفين دلوقتي الحرب هتنتهي امتى، لان الحرب اكثر بكثير من مشكله كورونا، انما تعرفيش بعد كم سنه تريكفر او الدول تقف على رجليها بعد ما تنتهي حرب اوكرانيا. مش بس اوكرانيا ولا روسيا اللي مأثرين، العالم كله مأثر.
الوحيد اللي انا شايفه كمحلل اقتصادي مستفيد من اللي بيحصل ده كله اللي بعيد عن القاره الاوروبيه، قاعد اما في امريكا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، او شرق اسيا، او اليابان، او البلاد البعيده. لكن البلاد اللي في اوروبا كلها هتتاثر ومتاثره بشكل كبير الحرب الدائره في اوكرانيا. دكتور علي، كلفة الإضرابات حتى الآن بتشير إليها الأرقام الرسمية على أنها غير كبيرة حتى الآن، أو لم تصل إلى الحد الغير آمن في بريطانيا. أنت يعني بحكم خبرتك كأستاذ في الاقتصاد الدولي، وأنت تعيش في لندن، ومن الممكن أن تنقل لنا فكرة أنه هل بالفعل الإضرابات في خلال هذه الشهور، بالأخذ أيضا في الاعتبار الجدولة الزمنية للإضرابات خلال هذا الشهر والتي أعلن عنها من قبل النقابات، كلفت أيضا بريطانيا مبالغ ضخمة عكس ما يصدر من أرقام رسمية؟ أنت حضرتك جاوبتي على السؤال بنفس تسألي بيها. الأرقام اللي بيقولوا عليها أو الأرقام اللي بيقولها الحكومة خسارة في الإضرابات هي لها من شقين. اولا الشق الاول انها تخوف الناس ان الاضرابات دي سيئه ويجب ان انتوا ما تدوش لها اهتمام وما تأيدوهاش. ده الشق الاول. الشق الثاني ان هي ما تقدرش تقول تكلفه الاضرابات ايه بالظبط، لان هو لو انت خدتي تكلفه الاضراب، الاضراب بيحصل عن ايه؟ نفرض مثلا النيرسات، النيرسات في الاضراب اليوم اللي بتضرب فيه النيرس ما بتاخدش فيه مرتب، ولكن بتاخد مرتب بسيط او جزء بسيط من اليونيون بتاعتها، من اتحاد العمال بتاع النرسات. كذلك اي مضرب، فانت لو بتحسبي قيمه الاضراب، هل الاضراب اللي هو بتدفعه النقابات العماليه للعمال في يوم الاضراب، ولا تكلفه الاقتصاد بالناحيه بالنسبه ناحيه او العائد عن الاضراب تاثيره على الاقتصاد؟ لو اخذنا سكشن واحد بس مثلا النيرسز والاضراب بتاعهم، لا يمكن انا يعني ده متواضع برضه، لا يمكن تقدر تحسبي الخسارات اللي بتحصل. يعني هضرب لك مثلا، انا عندي ميعاد مع المستشفى بعد اسبوع في روتين او عمليه صغيره او كشف صغير، نعم، اتاجل 4 مرات. كل تأجيلة بيتصل بي تليفون وإيميل وإعادة جدولة الميعاد، ويجي بعدين يجي معاه قبلها الميعاد بيومين ويعملوا بتأجيل تاني. هل دي مش كلها دي تكلفة؟ بالتأكيد دي تكلفة. بالتكلفة لما تتجمع في كل المرضى اللي هو أصبح دلوقتي بيقول لك فوق 3 مليون منتظر مواعيد في المستشفيات، لما دي تتجمع ده تكلفة غير عينية أو غير واضحة بالنسبة لتكلفة الإضراب. هو يعني باختصار شديد لا يمكن تقدري تحسبي تكلفة الإضراب. نعم. الإضراب من أول ما حتى يقولوا هنضرب إلى أن ينتهي الإضراب تكلفة باهظة من الطرفين، مش طرف واحد. أشكرك من لندن الدكتور علي خرشد أستاذ الاقتصاد الدولي على هذه الإيضاحات وهذا التحليل، شكرا جزيلا لك.